خضيري غريب، الابن الوحيد للفدائي غريب تومي، أمين مخزن سلاح القاعدة العسكرية الأكبر للجيش الإنجليزي في منطقة القنا، القاعدة التي أطلق عليها أبناء الإسماعيلية أنذاك كامب البومب. والدي اسمه غريب إبراهيم خضيري، الشهير بغريب تومي، وسمي بغريب تومي. دي الشهرة بتاعته، يعني نتيجة إن هو كان أحد الفدائيين اللي كان بيعملوا في منطقة القنال ضد الاحتلال الإنجليزي في الفترة ديت. فكان بيستعمل نوع من المدافع الرشاشة اسمها تومي جان، فأطلق عليه غريب تومي نسبة إلى المدفع اللي كان بيستعمله في ذلك الوقت. تلقى غريب تومي تدريبه على يد مجموعة من الضباط الأحرار بالجيش المصري ليلعب دوراً مفصلياً في الحركة الوطنية آنذاك. في أحد الأيام تعرف عليه أحد الضباط اللي بيعمل في الجيش الملكي المصري في ذلك الوقت، كان ضابط. بعد كده الضابط دوت بقى من أعضاء مجلس قادة الثورة، ده اللي هيكتشفه غريب. يعني الضابط ده بيسمى مجدي حسنين، ثم بدأ يحاول يقنع غريب بالعمل معاهم. فغريب اتصدم، قال له انتوا مين؟ قال له احنا الضباط الأحرار. هناك من بدأ يحول نشاطه إلى العمل الفدائي، أقصد الضباط الأحرار. فكان دور غريب تومي وكثير من رفاقه إن هم يهربوا السلاح ده للقوات المسلحة. العسكريين المصريين من الضباط وجدوا إن هم مش هيقفوا متكتفين الأيدي، هم اللي شاركوا في تدريب الفدائيين على استخدام البنادق واستخدام القنابل اليدوية وتصنيع المتفجرات. الالتحام الذي حدث بين الجيش والشرطة والشارع السياسي المصري، هذا الالتحام هو بيمثل قانون في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ده البيت اللي عاش فيه غريب تومي أكتر من 40 سنة من عمره بيعلم ويتعلم معنى الوطنية. البيت ده اجتمع فيه ناس كتير من الضباط الأحرار، جم واجتمعوا في البيت دوت لمناقشة خطط ووضع طريقة تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي. يقع كامب البومب على شاطئ بحيرة التمساح مباشرة، قاعدة عسكرية إنجليزية تحولت الآن إلى منتجع هيئة قناة السويس المصرية. في هذا المكان كان بيلتقي برضو والدي الحاج غريب تومي فدائي العظيم، كان بيلتقي مع كثير من عناصر الشرطة الوطنية المصرية اللي كانت تساعد الفدائيين في ذلك الوقت لتوصيل السلاح للجيش المصري. بل إن كثير جداً من أفراد النظام، بلوكات النظام، صف ضباط ومخبرين، كانوا بيقاتلوا مع الفدائيين وبيساعدوهم في عمليات كتير جداً لتوصيل السلاح والقتال مع الفدائيين في عمليات ضد الشرطة الإنجليزية أو ضد القوات الاحتلال البريطانية نفسها.